ما معنى آية أنلزمكموها؟ سورة هود من السور المكية باستثناء بعض آياتها المدنية، ويبلغ عدد آياتها 123 آية، وترتيبها في المصحف 11 في الجزء 12. بدأت السورة بالحديث عن آيات القرآن المحكمة، كما أنها تحدثت عن قصص الأنبياء وتعامل أقوامهم معهم القائم على الكذب. ويبحث الكثير من المسلمين عن معنى آية أنلزمكموها الواردة في السورة الكريمة. لا بد من التعرف على موضع الآية التي وردت فيها صيغة الاستفهام الإنكاري أنلزمكموها لمعرفة المراد من هذا الاستفهام ومقاصده، حيث يقول تعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. بدأت هذه الآية بفعل ماض يعود على نوح عليه السلام عندما بدأ بدعوة قومه إلى الإسلام فجحدوه ولم يؤمنوا به. فمن المعلوم أن الشريعة الإسلامية من الله تعالى والأنبياء كافة وظيفتهم فقط التبليغ والنصح والدعوة إلى الرسالة العظيمة التي أمر الله بها. يخاطب نبي الله نوح قومه هنا ويدعوهم بالأسلوب الحسن، حيث يقول: يا قومي وأهلي أرأيتم إن كنت على معجزة ويقين جازم بالنبوة الصداقة والقدوة الصالحة التي تقتدي الأمة بها من بعدي، فكل هذا منحني إياه ربي ورزقني رحمته، أي النبوة، حيث من علي بالهداية والإحسان، فأخفيت عليكم كل هذا وأنتم ابتداء لا تريدون طريق الهداية والدخول إلى الإسلام، بل وكذبتم هذا الدين الحنيف الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ومن خلفه. ثم أخبر الله تعالى عن نوح في تتمة الآية: أنلزمكموها، أي كيف يمكنني أنا وأتباعي إلزامكم بأمر أنتم ترفضونه وتكذبونه حتى وإن لم أخفي عليكم النبوة التي منحني إياها الله. وتعقيبا على ذلك، تبين أن معنى آية أنلزمكموها أن الاستفهام استنكاري يفيد استحالة الإقبال على الشيء، أي أن الأنبياء كانوا يحاولون مع قومهم اعتناق الدين الإسلامي وكانوا يكذبونه ويتهمونه بالكذب والسحر ونحوه، لذلك لا يستطيعون إلزام قومهم على اتباعهم، فكانوا يكتفون فقط بالدعاء لهم بالهداية، كما أنهم كانوا يدركون أن الله تعالى هو من يتولى قلوب عباده من حيث اتباع طريق الهداية أو اتباع طريق الضلال. وعلى هذا المبدأ سار نوح عليه السلام وأتباعه والأنبياء كافة، فلم يلزموا أحدا على الدخول في الإسلام بلا قناعة منهم.